الله أكبر، دباب 72. الله أكبر، الله أكبر. لم يكن لدبابات النظام مصير آخر في محافظة إدلب، فإما تدمير أو إعطاب. الله أكبر، الله أكبر. هنا طريق الموت كما يسميه الثوار، وربما يكون له من اسمه نصيب لأرتال النظام، إذ تمكن لواء فجر الإسلام من إحباط عملية توغل في جبهة حيش بالقرب من جسر بابولين. حاولت قوات النظام فيها إرسال تعزيزات لفك الحصار عن معسكري الحامدية وواد الضيف، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة تمكن الثوار خلالها من تدمير 3 دبابات من طراز T-72 واغتنام عربة BMB وعدة ناقلات محملة بالذخيرة كانت معدة لإمداد المعسكرين، مضطرة لما تبقى من الرتل للانسحاب تحت ضربات الثوار. الله أكبر، الله أكبر. خسارة النظام لطرق الإمداد على الأرض جعلت له من صواريخ طائرة الميج بديلا من الجو لتقصف بها بلدة حيش والمناطق المحيطة بوادي الضيف، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى ودمار في المباني. غارات الميج والبراميل المتفجرة طالت أيضا مدن وبلدات بنش وسلقين وتلمنس وبلدة البارة في ريف جبل الزاوية. وفي جسر الشغور تعرضت قرى البشيرية وأم الريش لقصف من جهة حاجز المعصرة، فيما أسفرت قذائف الهاون وراجمة الصواريخ عن سقوط 2 من الأطفال وعشرات الجرحى في بلدة كفرومة.